الرحمن الرحيم. شكرا جريدة اسفي الان اللي غطات معنا الدورة اللي كما كتشوفوا دورة استثنائية اللي غادي يدوزها السيد نائب الاول اليوم بما حضر. البارح ما جاش النصاب ما عرفناش علاش كيقولوا بعض الاعضاء لانه كاين سوء ديال التسيير والتدبير، كاين واحد العشوائية في التسيير، كاين انفرادية ديال السيد نائب الاول اللي كيستعمل واحد الشطات في السلطة وكيقول لهم انا هو الرئيس الفعلي ديال هاد الجامعة، في حين القانون التنظيمي للجامعة الترابية يلزم عليه غير التسيير فقط نظرا للرئيس موقوف بسبب تضارب مصالح في انتظار صدور الحكم من النقد والإبرام. الجامعة راه كتعيش علل كثيرة، أزمات كثيرة، كاينين جوج إسعافات، الناس تتعيط على الإسعاف ما تيجاوبوهمش التليفون الطافي ديال السائق ديال الشيفور ديال الاسعاف، ما كتدخل والو للمداخيل، الا مشينا للمداخيل ما كتدخل والو في الوقت اللي دايرين 100 درهم للمواطن، من تش مواطن ديال شي مستشفى 100 درهم ما كتدخل والو للمداخيل. جوج كميات تاع الماء راهم غير واقفين، ما عمرهم داو شي نقطه ديال شي المل شي دوار من هنايا، راه الناس كتعيش ازمه ديال العطش وعارفين انه عندنا سنوات ديال الجفاف في المغرب هذه السنوات الاخيره، انه عندنا الندره ديال المياه الساكنه خاصها الماء ما كديش للمواطنين الماء، عندنا دار الشباب ها هي هنا هي مسدوده، خاصنا تيران ما كاينش تيران، خاصنا تيران فين يلعبوا الدراري الكره، ها هو المركز ما غير مؤهل، ما كاينش دواء وما كاينش النقل المدرسي كاين فيه واحد الاكتظار كثير وغادي يتوقف هذه الايام لانه الغازوال عندنا قليل، كارثيه. سواء هذه السنوات الاخيره والو، راه كاين بلوكاج ما كاين حتى حاجه، ما كاين والو هذه السنوات الاخيره، ما كاين لا مشاريع لا طرقات لا والو. هو المركز كيفاش كتشوف فيه جامعات ما نمشوش بعيد، نقارو روسنا غير بروسنا، جامعات غير قريبه ها هي جامعه الدارقه تشوف فين وصلت، جامعه ولاد سلمان خميس قنطره خميس نقا، وهنا جامعه حراره، حنا مأخرين بزاف، حنا اقرب جامعه لهنا 7 كيلومتر الاسفي، حنا شبه مجال شبه حضاري، ما عندناش ثانويه، فين هي الثانويه؟ كاين شي ثانويه، خاصنا الطوبيس، خاصنا مشاكل كثيره كتعاني منها الساكنه، وهذا المواطن الصعدلي راه صابور بزاف، عندنا الصبر كثير، هنا المواطنين راه غير صابرين والله العالمين، الله يشوف من حاله الجامعه، وبغينا واحد الرئيس يكون في اقرب وقت دار انتخابات رئاسيه ويكون واحد رئيس شاب وتوفر فيه الشروط المطلوبه الكفاءه والنزاهه والفعاليه باش يمكن لينا نزيدوا بالجامعه القدام، واملنا في القادم من الايام ان شاء الله كما كنقولوا ديما، حنا ديما راه حنا كنتفائلوا خير ان شاء الله، حنا ما يكون الخير لهذ الجامعه، وبغينا الشباب ينخرطوا في هذا العمل السياسي السنوات المقبله، يعني ماشي عيب، كاين شباب كاين اطر هنا جزاهم الله خير، سوء اختيار ديال بعض المنتخبين، كاين الاميه، كاين شويه الاميه في المجالس، راه ما كنقولوش غير هذا المجلس، راه غالبيه المجالس اللي في المغرب راه فيهم الاميه، ولكن هذا المجلس عندنا راه بزاف ديال الاميه، فيه اميه كثيره، كاين النواب هنا، كاين الريع السياسي، انا كنقولو كنتحمل المسؤوليه ديالي، كاين النواب هنا بدون تفويضات كيشدوا 2000 درهم و200 درهم ديال لابونمون، يعني ما كيديروا حتى شي مهمه، يعني هذا انا كندخلو في الاطار ديال الريع السياسي، وهذا راه مشكل خطير. كاين المشكل عندنا في مكتب تصحيح الامضاءات، كاين واحد النائب النائب الثالث ما تيجيش، عنده الثلاث والخميس ما تيجيش، كيقاليزو غير نواب اخرين في بلاصتو، اذا هنا كنطلب من الناس المسؤولين يدخلوا في اقرب وقت. وعندنا اختلالات في المازوط للرئيس السابق وهذا النائب الاول، كاين اختلالات في المازوط، وهذا النائب الاول سبق لي وتحدث في هذا اسفي الان كيقول انه هو كاين خروقات كثيره وكاين تزوير لتنازلات وكاين بوند كوموندات ما عمرهم ما صادق عليهم المجلس ديال صباغات القاعه وصباغات المراحيض واصلاح المراحيض، ما صادقش عليهم المجلس ونفارد بهم الرئيس السابق للتسيير، حنا بغينا يتفتح تحقيق في هذاك الشيء الامور اللي كيقول السيد النائب الاول، لانه يعني هذيك الامور اللي كيقول خطيره جدا، قال بانه كاين تزوير وكاين خروقات كثيره وكاين بوند كوموندات ما عمرو صادق عليهم المجلس، وحنا كنطلبوا من النيابه العامه تفتح تحقيق ان شاء الله. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.